لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ولكن نبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. نبدأ من مقال الكاتب اياد الدليمي في صحيفة العربية الجديد، جاء فيه إن مفهوم الدولة الحديثة بغض النظر عن النظام الحاكم فهي الدولة التي تحتكر العنف والتشريع، بالإضافة إلى وجود جهاز دولة بيروقراطي والسيادة على إقليم بعينه. أما تعريف المواطنة في الدولة الحديثة فهي كما قال مركب الحقوق والواجبات المترتبة على العضوية في الدولة، وهو تعبير واقعي مستمد من حقيقة الدول الحديثة التي تشكلت عبر تجارب عديدة حتى صار لها هذا الهيكل والبنية التي نعرفها اليوم. يعاني العراق منذ احتلاله وغزوه أمريكيا عام 2003 وإسقاط نظامه السابق بالقوة العسكرية من اختلال مفهوم الدولة بشكل كبير، حتى كأنك تتحدث عن مفهوم آخر لا علاقة له بمفهوم الدول الحديثة، ناهيك باختلالات أخرى رافقت هذا، لعل من أبرزها اختلال مفهوم المواطنة، فلم يعد المواطن هو كل عراقي يعيش على هذا الإقليم الجغرافي، له ما للعراقي الآخر من حقوق وعليه ما عليه من واجبات، بل صار التصنيف لا يخضع في أي حال لمفهوم المواطنة. في العراق ما بعد 2003 تحولت الدولة إلى مجموعة كيانات متداخلة، ولم تعد الدولة هي التي تحتكر العنف والتشريع، ونظرة سريعة إلى ما عاشه العراق منذ احتلاله تؤكد أن الدولة بمفهومها الحديث تراجعت لصالح مكونات أخرى أوجدها الاحتلال أو أذرعه التي جاء بها ودعمها، فالعنف لم يعد حكراً على الدولة، وبات سلاحاً بيد قوى وأحزاب وميليشيات مختلفة. حتى التشريع، صحيح أن هناك دستوراً كتب وأقر عام 2005 إلا أنه كان حبراً على ورق، فهو لا يلزم القوى السياسية والأحزاب وميليشياتها في أزمات كثيرة يفترض أن يكون هو الفيصل فيها، بينما تحول القضاء إلى مجرد واجهة لتصفية حسابات. ليست الدولة وإنما قوى متنفذة تهيمن على الدولة وقرارها. وقد يجادل بعضهم بأن العراق يمر في مرحلة انتقالية، وبالتالي من غير المنطقي أن نطبق عليه ما ينطبق على مفهوم الدولة الحديثة، وأن دولاً عربية كثيرة ربما لم تمر بما مر به العراق عقب 2003 تعاني هي الأخرى من اختلالات في مفهوم الدولة، وبالتالي ليس العراق استثناءً. هذا صحيح لو أننا افترضنا أن العراق في طريقه إلى التعافي من هذه الاختلالات البنيوية، ولكن واقع الحال يوضح أن البلد يتجه إلى مزيد من ضياع مفهوم الدولة والمواطنة، بل إلى مزيد من تكريس دولة المكونات وحتى مكونات المكونات إن صح التعبير وأصابت التسمية. ونبقى مع الكاتب اياد الدليمي، حيث يقول اليوم على الرغم من وجود عملية انتخابية متواصلة منذ عام 2005 ووجود قوى وأحزاب سياسية كثيرة، وعلى الرغم مما تضمنه الدستور العراقي من مواد تصلح فعلا لبناء دولة بمفهومها الحديث، إلا أن البلد يتحول بالتدريج إلى كانتونات متداخلة تلعن بعضها بعضا، وتنشغل في حياكة المؤامرات والدسائس بطرق معقدة وخبيثة، ناهيك بالامتداد الخارجي لتلك القوى والأحزاب التي تشكل المشهد السياسي العراقي. مضى على احتلال العراق 19 عاماً ولم يعد مقبولاً ولا ممكناً الحديث عن أن العراق يمر في مرحلة انتقالية، بالتالي يمكن غض الطرف عما جرى ويجري اليوم من اختلالات في بنية الدولة. فعلى الرغم من قرابة العقدين على الاحتلال وتغيير النظام السابق بالقوة العسكرية، إلا أن مفهوم الدولة يزداد غياباً، بل وصل إلى مرحلة أسوأ بكثير ربما من السنوات الأولى التي تلت الاحتلال العسكري الأمريكي. ولك فيما يجري اليوم من مناكفات بين قواه السياسية التي شكلت مشهد العراق ما بعد 2003 مثال على ما نقوله.
سنوات منذ طردت حكومة نور المالك الثانية 2010-2014 شخصيات سياسية سنية رفيعة المستوى بتهم تتعلق بالإرهاب، من بينها نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي وغيرهما من شخصيات سنية رفيعة. وها هو القضاء العراقي يبدأ تبرئة عدد منهم، ليس لأنه استفاق من غفوته الطويلة التي دامت قرابة عقدين من الزمن، ولكن لأن الدولة العميقة التي يمسك بتلابيبها نور المالك رأت أن عودة هذه الشخصيات قد يشكل مخرجاً مناسباً لحالة الانسداد السياسي التي يعاني منها المشهد العراقي. وطبعاً ليس لأن ربان الدولة العميقة يرى في هذه الشخصيات القدرة الكافية على معالجة الانسداد، وإنما لأنه رأى في هذه الشخصيات مهدداً حقيقياً لجبهة سنية اختارت التحالف مع مقتدى الصدر. مشهد واحد من مشاهد عراق ما بعد 2003 يؤكد حجم الغياب المزمن الذي تعاني منه الدولة العراقية، فلا العنف تحتكره تلك الدولة ولا التشريع بمختلف تفرعاته، ناهيك طبعاً بتغول كيانات مسلحة سياسية وحتى مالية في جسد الدولة، حتى باتت في أحيان كثيرة هي الدولة أو على أقل تقدير منافساً لها. في السياق ذاته يقول الكاتب شاه القرداغي: من المعروف أن قوة الدولة وهيبتها تقاس دائماً بمدى جعل الدستور والقوانين فوق الجميع، مع وجود أجهزة أمنية فاعلة وقضاء مستقل ومؤسسات قائمة على الحياد والاحترافية، وكلما كانت الدولة أكثر مؤسساتية كلما تحولت إلى دولة مستقرة وقادرة على الانتقال إلى مستويات أعلى في القوائم الدولية. أغلب وعود المعارضة العراقية قبل 2003 كانت حول بناء دولة ديمقراطية وعصرية تركز جهودها على تحقيق مطالب المواطنين، وبعد 2003 وبعد مرور 19 عاماً على سيطرة الأحزاب والأطراف السياسية الحالية على الحكم، لم يتحقق حتى الحد الأدنى من مطالب المواطنين أو تلبية احتياجاتهم، بل على العكس تماماً تم بناء دولة مشوهة وفق رغبات وأهواء السياسيين وصناع القرار الموالين للخارج، في ظل غياب كامل للمؤسسات وضعف القانون والقضاء، وتحول هذه المؤسسات والسلطات المهمة إلى أدوات بيد السياسيين لتصفية الحسابات السياسية فيما بينهم. يقول موتسيكو إن القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحداً، وهذه القاعدة معروفة لدى أغلب الدول المحترمة والمتطورة في العالم، بينما في العراق ينطبق مقولة جوناثان سويفت: القوانين مثل خيوط العنكبوت تمسك بالذباب الصغير بينما تسمح للدبابير باختراقها. وعندما يشعر المواطن بوجود ازدواجية واضحة في تطبيق وتنفيذ القوانين، فإنه ينظر إلى القانون بنظرة استحقار وازدراء وليس بنظرة احترام وتقدير. خلال السنوات الماضية وبسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الشيعية والسنية، تم شيطنة العديد من القيادات والسياسيين خصوصاً من مكون واحد، وملاحقتهم أمنياً وقضائياً واتهامهم بالعمالة والخيانة والتآمر على العراق. ويبدو أن هذه الاتهامات جاءت نتيجة للخلافات والصراعات السياسية الموجودة داخل الساحة العراقية، والتي أدت إلى تضرر الآلاف من المواطنين والأبرياء ودفعهم ثمن مغامرات وصراعات السياسيين. اليوم وفي ظل الصراع السياسي على تشكيل الحكومة القادمة بين جماعة الإطار التنسيقي الذي يجمع أغلب الفصائل الموالية لإيران وبين التيار الصدري وحلفائه من بعض الأطراف الكردية والسنية، نرى أن الأطراف السياسية مستعدة لاتخاذ أي خطوة في سبيل ضرب الطرف الآخر. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي لرقية ديالو قالت فيه إن على ماكرون عدم الفخر بهزيمة مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبين، التي حققت منذ ترشحها للرئاسة عام 2012 تأثيراً مهماً، بحيث أصبح اليمين المتطرف قوة لا يمكن لأحد إنكارها في السياسة الفرنسية. وبدلاً من احتفال ماكرون وأنصاره بهزيمة لوبين، فعليهم التدقيق بالطريقة التي أصبح فيها موقفها الكاره جزءاً من السياسة الرسمية الفرنسية.
عليك أن لا تفاجأ من أن لوبان استطاعت في هذه الحملة زيادة صورتها وبناء موقف جديد يبيض أجندتها الخطيرة. فعلى مدى السنوات الماضية تحولت الملصقات عن ربطها بوالدها العنصري المزمن جان ماري لوبان والزعيم السابق للجبهة الوطنية إلى التركيز على اسمها الأول مارين وتصويرها بوجه بريء وباسم. واستخدمت في أثناء الحملة الرئاسية حسابها على انستغرام لإظهار حبها للقطط وشاركت في مناسبات غنت فيها أغاني قديمة وقدمت نفسها على أنها شخص عادي لا يشترك مع أسلوب حياة النخبة. وفي الحقيقة ساهمت حكومة ماكرون بتحييد لوبان وجعلها جزءا من التيار الرئيس وعبر وضع كل الجهود والطاقة في قتال حركات اليقظة والتحالف الإسلامي اليساري بدلا من معالجة صعود اليمين المتطرف. وساعد خطابه المتشدد من الهجرة والإسلام والسياسات الأمنية لوبان لكي تبدو معتدلة مقارنة به. وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من القوانين التي تم تشريعها خلال السنوات الخمس الماضية وأنها تهدد الحرية وما قامت به حكومته من قمع للحركات الاجتماعية التي خلفت آلاف الجرحى بين المحتجين والملاحقة غير المسبوقة للمسلمين والتي وصلت ذروتها بإغلاق 718 مؤسسة إسلامية. نشرت مجلة فورين أفيرز تقريراً تحدثت فيه عن العديد من القوى التي من الممكن أن تسيطر على الحكم في روسيا أو في حال طبعاً تنحي أو وفاة الرئيس بوتين. وقالت المجلة في تقرير للكاتب بريان تايلر إن سخرية بايدن قد عززت قناعة البعض في واشنطن بأن أبسط طريقة لإنهاء حرب عدوان بوتين في أوكرانيا هي إنهاء قبضته على السلطة، وهو ما أكده السيناتور لينسي غراهام في تغريدة له على تويتر قائلا إن الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها هذا الأمر تتمثل في قيام شخص ما في روسيا بإخراج هذا الرجل. بعيدا عن حدث تحقيق الاستقرار في أوكرانيا فستكون النهاية الحتمية لحكم بوتين لحظة غير مؤكدة وخطيرة على الأرجح بالنسبة لروسيا. فعلى مدى العقدين الماضيين احتفظ بوتين بالسلطة من خلال إضعاف القواعد والمؤسسات الرسمية للبلاد وإزالة الحواجز التي من شأنها أن تضمن انتقالا منظما للسلطة. ونتيجة لذلك فإن مجموعة السيناريوهات والصراعات المعقولة لما سيحدث إذا ما توفي أو ترك منصبه أوسع بكثير مما لو كان زعيما أمريكيا أو حتى زعيما صينيا نفس الشيء. وعلى الرغم من أن الدستور الروسي ينص على عملية انتخاب زعيم جديد إلا أنه من الناحية العملية من المرجح أن يتم تحديد الرئيس الروسي القادم من خلال صراع بين النخب. فمن خلال بناء أوتقراطية شخصية للغاية جعل بوتين من المستحيل التنبؤ بما سيحدث عندما يحدث أمر لا مفر منه. وبيّنت المجلة أنه من الناحية القانونية إذا ما ترك بوتين منصبه بشكل غير متوقع أو أنه لم يعد قادراً على أداء واجباته يصبح رئيس الوزراء رئيساً بالوكالة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أثناء الانتخابات. وعلى الرغم من أن روسيا ليست دولة ديمقراطية إلا أن الانتخابات هناك لا تزال تحمل وزناً إجرائياً رسمياً. ونظراً لأن البلاد قد مرت بما يقرب من 3 عقود من الانتخابات المنتظمة منذ عام 1993 فقد أصبحت هذه الأصوات أكثر زيفاً في ظل حكم بوتين الذي يحدد مع مجموعة صغيرة من النخب المترشحة للمنصب أو المتحصلة على دعم الكرملين. قال صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير عده ماكس سيدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يصعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى حرب طويلة ضد كل العالم. وقال الكاتب إن الكرملين التزم بتكرار عبارة أن أهداف غزو فلاديمير بوتين ستنجز بالكامل، وذلك رغم فشل روسيا بتحطيم الدفاعات الأوكرانية والخسائر الكبيرة التي منيت بها القوات الروسية وسلسلة من الهزائم العسكرية وفقا للكاتب. وبدا أن الأهداف المناطقية لروسيا تتحول إلى التركيز على ما يمكن أن تحققه قواته في ساحة المعركة في المدى القصير، وتخلى عن خطة أولية للسيطرة على المناطق في وسط أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف.
وتحول التركيز إلى منطقة دونباس في الشرق. أهداف بوتين الرئيسية بتحطيم الدولة الأوكرانية لم تتغير حسب أشخاص على صلة بمحادثات السلام التي توقفت في الوقت الحالي، وهذا يعني حسب تقييمهم أن بوتين مستعد لمواصلة حرب طويلة وأبعد من الخطة التي تحدث الروس عنها وهي تحرير دونباس، ويريد بوتين السيطرة على كل مناطق جنوب شرق أوكرانيا وقطع البلاد عن البحر الأسود وخلق منصة انطلاق لعمليات أخرى. وقال أحد الأشخاص هو تكتيكي لاعب جودو ويريد خداعك ورميك فوق كتفه، في إشارة لحب الرئيس الروسي للعبة الجودو. وأضاف هو شخص غير عقلاني وفي رأسه صورة مشوشة للعالم، والشهية تأتي عادة أثناء وجبة الطعام. وقال رجل أعمال مؤثر في موسكو إن النزاع سيظل مستمراً حتى يتمكن بوتين من تسويقه كانتصار داخل روسيا، وأضاف لو لم تتمكن من إظهاره كانتصار للناخبين فلن تستطيع حفظ ماء وجهك. وتضيف الصحيفة أن روسيا تعلمت على ما يبدو من أخطائها العسكرية في الأيام الأولى من غزو أوكرانيا، وقاد هذا إلى إعادة نشر القوات إلى دونباس وتعيين قائد ميداني واحد، لكن رؤية بوتين عن الوضع الميداني مشوشة بسبب الإفادات غير الدقيقة من الميدان والتقارير التلفازية. وقال المحلل العسكري المستقل بافل لوزين إن المعارك الميدانية لا تنقل بطريقة دقيقة، وهو ما سيعرقل الهجوم الروسي، ومن المحتمل إجبار موسكو على تعليق العمليات في الشهر المقبل. تعتبر مدينة أوري الأثرية في محافظة ذي قار العراقية عاصمة الدولة السومرية، يعود تاريخها إلى 4500 عام، ويعتقد بأنها مسقط رأس النبي إبراهيم عليه السلام. على مسافة عدة كيلومترات بإمكان الزائرين لها رؤية أطلال زقورة، زقورة أوري الشامخة في الأفق، وعند الاقتراب منها أو الصعود فوقها سيجد الزائر نفسه عند أعتاب بناء عمراني في غاية الدقة، والشعور بهيبة المكان الذي تتوسطه الزقورة، حيث مدينة أوري الأثرية الموغلة في القدم. تشكل الزقورة، وهي كلمة أكدية معناها المكان المرتفع، الهوية التاريخية والحضارية لمحافظة ذي قار، ويرتبط الناس هنا بذاكرة هذه المدينة التي كانت يوما ما واحدة من أعظم الممالك على وجه الأرض، وأكثرها دقة وتنظيما لحياة سكان بلاد الرافدين القدماء بحسب ما تذكره التنقيبات الأثرية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.